لا تزال المناطق الساحلية في جنوب غرب فلوريدا غارقة في الظلام اليوم بعد إعصار إيان المدمر الذي تسبب في حدوث فيضانات كارثية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وبعيدا قليلا عن مسار الإعصار بالقرب من أرخبيل كيز، تسببت الأحوال الجوية المتردية في انقلاب قارب يحمي المهاجرين. وكان خفر السواحل لا يزالون يبحثون عن 20 شخصا بعدما أنقذ 3، فيما تمكن 4 آخرون من السباحة إلى الشاطئ. ووصل إيان الذي رافقته رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة إلى اليابسة على امتداد ساحل كايو كوستا في جنوب غرب الولاية في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي وفقا للمركز الوطني للأعاصير. وقال المركز إن الإعصار الذي وصف بأنه خطر للغاية تسبب بفيضانات كارثية. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل صباح اليوم في فلوريدا من إجمالي 11 مليون منزل معظمها حول مسار الإعصار. ومن المتوقع أن يؤثر إيان على عدة ملايين من الأشخاص بفلوريدا فضلا عن ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية. وقد تلقى نحو 2.5 مليون شخص أوامر إخلاء الزمن.